وبأولى فقرتنا الصباحية حنروح للمساحة الطبية وحنحكي فيها عن الأمراض القلبية عند الأطفال. اليوم هذه الحالات الأهل بيغفلوا عنها وبيستبعدوا أصلا وجودها عند أطفالهم، ولكن هي واقع وفي حالات كتير للأسف في عند الأطفال عندهم حالات قلبية. شو هي هاي الأمراض اللي ممكن نصاب فيها يا ليلى؟ تماما يا رشاد، تماما. تعد الأمراض القلبية من أكثر الأمراض الخلقية شيوعا عند الأطفال، في حال ما تم علاجها بوقت مبكر ممكن تأثر على نموه وصحته. اليوم رح نتعرف على أسباب الأمراض القلبية عند الأطفال وشو هي أشياء الأمراض. كل هالأمور رح نناقشها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الدكتور يوسف دياب، أخصائي جراحة قلبية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور لكم وللأخوة المشاهدين. اهلا وسهلا دكتور، نورت صباحنا لليوم. اليوم عم نحكي يعني وقت نقول جراحه قلبيه وامراض قلبيه، يعني فورا نحن عاطفتنا بتستبعد وجودها عند الطفل، يعني هي عاطفه ام واب، ولكن هي للاسف ما انه واقع وحالات كثير موجوده. هل اليوم ممكن يصاب الطفل بنفس الامراض القلبيه اللي ممكن يصاب فيها الكبار؟ صحيح. اولا بما انه دورنا تثقيفي حاعطي مجرد فكرة مبسطة عن عمل القلب حتى المشاهدين يفهموا شو عم نحكي. في شيء اسمه كلياتنا تعلمنا يمكن بالمرحلة الإعدادية عن الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى. فالقلب مؤلف من 4 حجرات. أثناء الحياة الجنينية بيكون مؤلف من حجرة واحدة، بيكون يعني كلياته ضمن حجرة واحدة، بعدين بتقسم إلى 4 حجرات. في حجرتين يمين وحجرتين يسار. الحجرة بنسميها الأذينة باللغة العربية الطبية، وهي مجرد مكان لاستقبال الدم الوارد، وبرجع بتنزله إلى البطين، والبطين برجع بيوزعه إلى أنحاء الجسم. فالعمل يتقسم ما بين البطين الأيمن والبطين الأيسر. البطين الأيمن وظيفته قذف الدم من القلب إلى الرئتين، بينما البطين الأيسر وظيفته قذف الدم إلى جميع أنحاء الجسم. لذلك البطين الأيسر يتطلب جهد أكبر وله عضلات أكبر. والدورة الدموية الصغرى فقط ما بين القلب والرئتين، بينما الدورة الدموية الكبرى فمن القلب إلى جميع أنحاء الجسم، وما في أي اتصال مباشر ما بين الدورانين. الدوران يتم في الرئتين فقط، تبادل ما بين الأكسجين وبين ثاني أكسيد الكربون الموجود في الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج. فهذا الاتصال الوحيد، واللي أيضا خلف حجاب ما بيكون اتصال مباشر. تمام دكتور، خلينا نحكي شو هي أنواع أمراض القلب عند الأطفال وشو هو أخطر نوع؟ تفضلت زميلتك انه قالت امراض قلب الاطفال تختلف نهائيا عن امراض قلب الكبار، يختلف جدا، ومن حيث الاسباب ومن حيث التنوع. فالامراض اللي بنشاهدها عند الكبار غالبا ما بنشاهدها عند الصغار، لكن في امراض تبدا عند الاطفال وما بتظهر الا عند في سن كبير. حنوزع أو حنقسم أمراض القلب إلى نوعين، نوع مزرق يعني بيطلع الطفل أزرق، ونوع غير مزرق الطفل بيكون لونه طبيعي. من أهم وأشهر أطفال الأمراض القلب اللي مزرقة يلي بتزرق بيطلع الطفل أزرق هو رباعي فالو اسمه. فعنا 4 تشوهات خلقية في القلب. مثل ما قلت أنا، القلب بيكون أول شيء عبارة عن حجرة واحدة، وبعدين يقسم إلى 4 حجرات. هالحجرات الدم بمر بشكل سلس من حجرة إلى أخرى بدون أي عائق، عن طريق شيء اسمه الصمامات. والصمام دوره أنه يسمح بمرور الدم بدون عائق من حجرة إلى أخرى، وبرجع بينقذف إلى أنحاء الجسم وإلى الرئتين من البطين الأيمن والبطين الأيسر. فأي اتصال لسبب عدم نمو الحجاب ما بين الأذينتين أو الحجاب ما بين البطينين أو عدم اكتمال نمو الدسامات هو يؤدي إلى حدوث الأمراض القلب الولادية عند الأطفال. فالأطفال ممكن يولدوا معهم المرض، لكن في أطفال يولدوا المرض يحملون المرض وما بيظهر إلا بعد صامت إلا بعد عمر معين. من ضمن الأمراض الصامتة اللي تحصل لأسبابها تظهر عند الأطفال بعمر 4-5 سنوات 6 سنوات تقريبا،
ولكن ما بتظهر الا بعد 10-15 سنه، هي الرثيه اسمها، واللي هي منتشره كثير في بلادنا وخاصه بالارياف. الرثيه سببها الاساسي هو عندنا التهاب بالعوم يعالج بشكل خاطئ او يعالج بشكل ناقص. الرثيه بتفرز عباره عن جرثومه موجوده بالعوم، هالجرثومه تفرز سم او ذيفان بنسميه بلغه الطب، وينتشر في الدم. فالجسم من طبيعته انه يقاوم هذا الزيفان فيفرز اجسام مضاده له. هالاجسام المضاده للاسف تهاجم بنفس الوقت الزيفان وتهاجم الصمامات القلبيه، فبيبلش عندنا الرثي في الصمامات القلبيه بلشت بعمر 3-4 سنوات، لكن ما بتظهر الا بعد 10-15 سنه عند الاطفال او عند الشباب في عن سن 15-20 سنه لحتى تبلش تظهر اعراضها، بس هي موجوده عند الطفل. الامراض الخلقيه الاكثر شيوعا يلي هي قلنا عنها، اول واحد رباعي فلو وهو مزرق، عباره عن تضيق في مخرج البطين الايمن مع اتصال ما بين البطينين، البطين الايمن والايسر عبر فتحه بين البطينين، بما انه تضيق مخرج البطين فبيؤدي الى ارتفاع الضغط في البطين الايمن، وعن طريق القوانين الفيزيائيه الدم فاذا ينتقل من البطين الايمن الى البطين الايسر وينتشر في الجسم وهو دم غير مؤكسج، ولذلك بيطلع الطفل مزرق. لكن اخطر انواع الامراض القلب الولاديه مرض اسمه تبادل منشأ الأوعية الكبيرة، مثل ما بنعرف كمان من دروس العلوم الطبيعية، الشريان الأبهر يخرج من البطين الأيسر والشريان الرئوي يخرج من البطين الأيمن في الحالة الطبيعية، لكن هون لسبب خلقي تشوه خلقي البطين الأيمن يخرج منه الشريان الأبهر والبطين الأيسر يخرج منه الشريان الرئوي، يعني في تبادل في منشأ الشرايين. هذا كمان مرض مزرق بشدة، وهو المرض اللي الطفل من يوم ولادته بيكون أزرق، بينما رباعي فلو ما بيظهر الزرقة إلا بعد أسابيع من الولادة وبتشتد بالتدريج، بينما رباعي فلو يبدأ أزرق ويكون شديد الزرقة من الأول، وهو مرض غير قابل للحياة إذا ما كان موجود شيء اسمه القناة الشريانية، يعني اتصال ما بين الدورانين، وهو القناة وجودها طبيعي أثناء الحياة الجنينية لأنه الطفل لا يتنفس، لكن مجرد ما ولد الطفل في الحالة الطبيعية هذه القناة تغلق بسبب ارتفاع الأكسجين في الدم وتنغلق، لذلك الطفل اللي عنده تبادل منشأ الأوعية لا يبقى على قيد الحياة إلا لما نحن بنخلي هالقناة مفتوحة عن طريق بعض الأدوية لبين ما صار جاهز لإجراء العمل الجراحي، واللي هو كمان من أصعب عمليات القلب عند الأطفال لأنه يتطلب الجراحة في الأيام الأولى والأسابيع الأولى من الحياة. طيب دكتور، ذكرت حضرتك اليوم حالتين للمرض، إن المرض الخلقي منذ لحظة الولادة، وفي عنا اليوم الأمراض اللي بتكون وبتظهر بعمر 14 او 15 سنه. طيب اليوم الاهالي كيف بدهم يعرفوا هل في اعراض ممكن ترافق هذا الطفل او هذا المراهق خلينا نقول لحتى يعرفوا انه اليوم ابنهم عم يروح لحاله قلبيه؟ اهم الاعراض بالنسبه لامراض القلب الاطفال هي الزله التنفسيه، يعني التعب اثناء الجهد. فالمريض الطفل يلي عمره اشهر او يوم ايام او اسابيع مثلا، واللي عنده فتحه بين البطينين، فالضغط الموجود في البطين الأيسر يلي هو عادة عند الطفل بهالعمر حوالي 90 إلى 100 مليمتر زئبقي ينتقل إلى البطين الأيمن يلي هو عادة حوالي 20-25 مليمتر زئبقي، فبينتقل الضغط العالي إلى البطين الأيمن ومنه بينتقل إلى الرئتين، فبيعمل ارتفاع ضغط في الشريان الرئوي، وهذا بيؤدي إلى زلة تنفسية أثناء الرضاعة. يعني الطفل يلي ما عم يقدر يرضع، خاصة الأم يلي عندها خبرة وعندها كذا ولد بتعرف أنه فترة الرضاعة عند الطفل تستمر حوالي 15-20-30 دقيقة مثلا. الطفل يلي عنده هذه المشكلة ما بيقدر يرضع أكثر من دقائق، فبده يتخلص من صدر أمه من ثدي أمه وما بيقدر يكمل الرضاعة، لذلك بيصير عنده ضيق نفس من الرضاعة لحالها، فبيصير عنده سوء نمو، يعني ما بينمو. فبدل مثلا الطفل اللي عمره 3 شهور وسطيا لازم يكون وزنه حوالي 7 كيلو، فالطفل اللي 3 شهور وعنده هذا المرض
بدل ما يزيد وزنه بالعكس عم ينقص وزنه. فهي اهم العرض عند الاطفال يلي عندهم هذه الفتحه. لكن الفتحات الاخرى فتحه بين الاذينتين او يلي اعراضها كثير قليله وما بتظهر الا بسن متاخره 10 15 20 سنه احيانا، حتى في بعض المرضى بيكون عمرهم 50 سنه لتظهر عندهم هالاعراض بالنسبه للفتحه بين الاذينتين. اكثر شيء بيلاحظوا الاهل انه عنده انتانات تنفسيه، يعني بيرشح اكثر من غيره من الاطفال، بيصير عنده التهابات بالبلعوم، التهابات بصدره اكثر من غيره بسبب ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي. تمام دكتور، عم تذكر حضرتك ومن شوي ذكرت انه في اطفال ما بيبين عندهم انه في مشكله بالقلب لعمر ال 12 او ال 15، لكن هذا الشيء ما في اي اعراض تنذر بهذا الشيء، او ممكن اي مشكله صحيه ثانيه تتعارض مع هذا الشيء او تظهر عليه؟ هلا مثل ما ذكرت انه اهم العرض الاعراض هي الافات التنفسيه، لذلك ودور الطبيب الاطفال اللي بالسماعه ممكن يكشف هذا المرض. طبعا السماعه تكشف المرض وتنورنا انه هذا الطفل عنده مشكله، لذلك فمجرد ما شك طبيب الاطفال مفروض يعملوا له للطفل ايكو دوبلر للقلب، وبالايكو دوبلر يكشف كل الامراض القلبيه الولاديه. يعني اي طفل عنده مرض قلبي ولادي نحن قادرين عن طريق جهاز الايكو دوبلر نكشف المرض بدون اي تداخل، بدون اي ابره، بدون اي وجع. يعني الايكو دوبلر مجرد حطينا مسبار بسيط على الصدر، اذا الطفل رضيع وحركه كثير ممكن نعطيه يعني منوم بسيط او مهدئ بسيط ونعمل له الصوره. طيب دكتور، ذكرت حضرتك ما بين الوراثي والخلقي، ونحن كثير شائع انه الامراض القلبيه معظمها عم تكون وراثيه من الاب الام اللي عنده اسباب مهيئه انه يجي هذا الطفل عنده مرض وراثي، ولكن اليوم نظريه دكتور يوسف شوي اختلفت عن باقي الاراء الطبيه، اليوم شو رايك بهذا الموضوع؟ خلقي وراثي، ما بين الخلقي والوراثي؟ لا اكثر من حتى ما يعني بالنسبه للاطفال، الامراض اللي تظهر عند الاطفال اكثر من 99% سببها خلقي، يعني تنشا اثناء الرحم في الولاد في بطن الام، لكن لا ما سببها وراثي، يعني ما في لا رباعي فلو ولا فتحات بين البطينين او الاذينتين او تضيق خلقي في الصمامات، كلها هي تنشا بسبب عسر نمو القطعه التي تسببت بهذا المرض. وما في اسباب برحم وراثيه؟ لا ما في اسباب وراثيه لهيك امراض، غير خلينا نقول عادات صحيه. هلا في اسباب وراثيه لامراض اخرى، واللي ما بتظهر عند الاطفال بتظهر عند الكبار، مثلا مثل الامراض القلب الاكليليه. امراض القلب الاكليليه لها سبب وراثي، لا يعني يكون حامل الطفل هذا المرض لكن لا يظهر الا بعمر 40 50 60 سنه، اذا بلش بالتدخين، اذا كان ما بيعمل رياضه، اذا كان بدخن، اذا كان عنده سكري، اذا كان عنده ارتفاع ضغط شرياني، كل الامور بتسرع في حدوث المرض لعمر 30 او 40، بينما المرض الاكليلي مبرمج ليصير عمره 65 سنه تقريبا لحتى يظهر عند المريض مع انه هو حامله وراثيا. دكتور خلينا نحكي اليوم في حال ما تم اكتشافه بوقت مبكر، شو هي الأضرار الصحية اللي ممكن تأثر على الطفل اليوم؟ هلا مثل ما ذكرت من شوي انه امراض القلب الولادية اللي فيها اتصال ما بين الدورانين الجهازي والدوران الرئوي، فبصير عندي ارتفاع توتر بالرئوي، يعني ضغط الرئة بيرتفع بيزيد، فبصير حمل الدم بيصير فيها دم أكثر، وبالتالي بتهيأ الطفل لوزمة رئوية. فالأعراض الأساسية مثل ما قلت من شوي هي الزلة التنفسية عند الجهد، يعني أي جهد، لنفرض طفل عمره 5 6 سنوات مجرد ما ركض نتفة صغيرة بده يتعب. أو بالنسبة للطفل اللي ذكرته من شوي عنده فتحة بين البطينين، أصلا من الأيام الأولى والأشهر الأولى بصير عنده تعب من الرضاعة، فهي اسمها زلة تنفسية بنسميها. ولازم يلتفتوا الأهل لهالشيء، إذا ما عولج الطفل في المراحل الأولى أكيد المرض حيؤدي إلى الوفاة. طيب دكتور ذكرت، خلينا نستغل وقت اليوم، المرحلة العلاجية جدا مهمة بحياة هذا الطفل، خلينا نحكي ما بين الأدوية وإمتى ممكن تدخل الجراحة، وهل ممكن يكون هذا المرض يرافقه كل العمر، هل في شفاء أو لا خلص نحن باقيين على أدوية؟ غاية الطب في جراحة قلب الأطفال هو إنتاج أطفال سليمين قادرين يقوموا في دورهم بالمجتمع بشكل كامل.
يعني المريض اللي عنده فتحة بين البطينين أو فتحة بين الأذينتين أو تضيق في الصمام خلقي ولادي، بالعلاج الجراحي نحن قادرين بإذن الله أنه يرجع إنسان طبيعي يعيش حياة طبيعية، ما كأنه ولد أو عنده مرض، عنده مشكلة، فبيعيشوا مثله مثل الإنسان الثاني. حتى ممكن يصير بعد منا يعمل رياضات احترافية يعني كتير شديدة. ف يعني غاية الجراحة القلبية عند الأطفال هو أنه إنتاج أطفال سويين قادرين يقوموا في دورهم في المجتمع. مش الغاية من فلسفة الطب بالنسبة لجراحة الأطفال خاصة قلب الأطفال أبدا أنه نخلق جيل أو إنسان معاق. تمام دكتور، ممكن أنه حضرتك عم تجزم أنه دائما بيكون خلقي مرض القلب، لكن هل من الممكن أنه طفل ينصاب بمرض القلب بعمر مثلا بين 10 لحد 15 أو أي عمر تاني ما يكون هذا المرض معه خلقي؟ مثل ما قلت، هو الروماتيزم هو أكثر الأمراض الشائعة في سوريا يلي هي تنجم عن هذا، تبدأ في سن الطفولة لكن لا تظهر إلا في سن البلوغ هذا تقريباً. مسبب فينا نقول نعم مسبب لمرض مسبب القلب. لا هو مسبب، لا هو بيؤدي إلى تضيق في الصمامات أو قصور في الصمامات وبالتالي إلى ضخامة القلب وإلى ضعف في عمل عضلة القلب. هذا بالنسبة للروماتيزم. هذا المرض الثاني اللي ممكن يظهر أو يتسبب عند الأطفال هو التهاب الشغاف كمان، لكن التهاب الشغاف يؤدي إلى حالة إسعافية والطفل بحاجة إلى العلاج فوري وجراحي. التهاب الشغاف ممكن يجي من أي جرثومة موجودة في الجسم أو بعد عمل جراحي، خاصة إذا المريض عنده فتحة صغيرة بأي مكان ما بين الحجب، ما بين الحجرات القلبية بين الأذينتين أو ما بين البطينين. بهالحالة مفروض نشخص المرض قبل وناخذ الوقاية من التهاب الشغاف. دكتور يوسف ناند، شكر حضورك لليوم وشكرا لك المعلومات اللي ذكرتها. دائما نقول بالصحة والسلامة لجميع الأطفال، ويا رب يبعد هي الأمراض عن الجميع يا رب، خاصة أنه الأطفال بده يبقى الحنية أكبر لإلهم والتعاطف أكثر. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور على المعلومات اللي قدمتها. الله يخليك. شكرا لكم.